أعظم وسائل التثبيت والثبات التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته إلي عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لأن النوافل سياج تحفظ الواجبات من الضياع، والواجبات سياج يحفظ أصل الدين. ولو تأملنا قوله جل وعلا: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذه المعاصي صارت سببا للكفر الذي صار سببا لضرب الذلة والمسكنة عليه، فهي أمور مرتب بعضها على بعض. فحذاري حذاري من أن يفرط المسلم بهذه النوافل التي تحفظ عليه الواجبات، والمحافظ على الواجبات يحفظ عليه أصل الدين والإسلام.